مشاهدينا، لنحكي أكثر عن تكريم الجامعة العالمية ببيروت وممثلة عن لبنان بمؤتمر عمان الدولي يلي كان ب 11 و 12 آب 2020. بصرنا كثير نستضيف البروفيسور وافي حاج ماجد، رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة العالمية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بروفيسور. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وشكرا لقناتكم. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. من خلال احتفالية تكريم 100 شخص أو 100 شخصية عالمية خدمت اللغة العربية بالمؤتمر العالمي الثالث يلي عقد عن بعد بالأردن، تم اختيار قسم اللغة العربية بالجامعة العالمية ببيروت ممثلا عن لبنان وتكريم حضرتك للسنة الثانية على التوالي. أول شيء بدنا نقول لك مبروك وأهلا وسهلا فيك معنا. خبرنا عن أجواء التكريم ومشاركة الجامعة العالمية، خصوصا أنه السنة يعني للأسف المشهد ببيروت بأربعة آب كان صادم جدا، والاحتفالية والتكريم كانت بعد أسبوع من هالانفجار يلي هز العاصمة بيروت. في الحقيقة يعني الأمر فعلا كان فيه دهشة وفيه صدمة. أنا في لحظة الانفجار كنت في المكتب وأتابع تحضيرات المشاركة، لأن كان عندنا فقرة في حفل الافتتاح إضافة إلى ورش العمل. ف يعني استفاقتنا من ذهول الصدمة لم تكن سهلة، ولكن كان لابد في ظلام الركام وهذه الفاجعة الكبيرة أن يكون بصيص أمل. فمن زاوية العلم ومن زاوية الثقافة واللغة العربية فكانت المشاركة، وفي الحقيقة الأجواء يعني كانت أجواء إيجابية وجميلة. المشاركون من العرب وغير العرب أظهروا تضامنا كبيرا، وقدمت لنا كلمة في حفل الافتتاح وتحدثنا عن وجع بيروت وأن صوت الثقافة وصوت العلم لن تخفته عواصف المحن ولا هذه ظلمات التفجير والدمار. بالعكس، لا يزيدنا هذا إلا إصرارا على مواصلة إيقاد هذه الشعلة. فكانت المشاركة وكان التكريم، أيضا كان هناك مشاركة من طلاب الجامعة العالمية، إعطاء فرصة لنادي فرسان اللغة العربية للتعبير عن شعورهم ولغتهم ومنجزات لبنان. وهنا أحب أن أقول شيئا يعني في موضوع الانفجار واللغة العربية أو الدمار واللغة. تذكرون يعني صار يقال بيروت شيما، يعني محاكاة لهيروشيما. كثيرون يعرفون ماذا حل باليابان في هيروشيما وناكازاكي بعد تفجير القنبلتين الذريتين وما حصل من أحداث تاريخية. اليابان بعد التفجير أرادت أن تنهض نهضة صناعية ونهضة حضارية، فكانت البداية بالاعتزاز والاهتمام باللغة اليابانية. في هيروشيما المشاهد، المدارس كانت قد دمرت فأعيدت الصفوف في الساحات المفتوحة، لا يوجد سقف. والبداية أصر إمبراطور اليابان وقتها على أن يبدأ الاهتمام باللغة اليابانية. اللغة هي يعني هوية وحضارة البلد. فعندما حصل هذا التفجير وذهبنا بهذه الهموم نقلناها عبر يعني أونلاين عن بعد، فعلا كانت رسالة الجامعة العالمية ممثلة عن لبنان، هي رسالة الحضارة ورسالة الثقافة على قاعدة سنرد الدمار نورا بالعلم ومؤسسة حضارية. نعم، واقع اللغة العربية اليوم بالمشهد الثقافي العالمي بروفيسور، خاصة بظل التخبطات بالعالم العربي يلي صار لنا إذا منشوف المشهد من سنين لورا لليوم بتردي، خليني أقول هيدا بكل واقعية لنحكي الأمور مثل ما هي. نعم صحيح. وهنا يطرح سؤال، يعني هذه اللغة ما الذي تمثله اللغة العربية؟ وإذا أردت أن أجيب عن هذا السؤال فهناك جانبان اتجاهان. ماذا تمثل اللغة العربية للعرب، للمجتمع العربي؟
وماذا تمثل للعالم؟ لغة أمة ما هي هوية تلك الأمة. اللغة العربية هي هوية الأمة، وهي سفير حضارتها، وهي مرآة تراثها. وهناك قاعدة إنسانية عامة، كلما اتسعت وكبرت مساحة حضارة ما، اتسع الاهتمام بتلك الحضارة، واتسع الاهتمام باللغة التي تترجم عن تلك الحضارة. اليوم اللغة العربية تعني للمجتمع العربي صلة بين الحاضر والماضي، وهي صلته بثقافته وبتراثه، فانسلاخه عنها هو انسلاخ عن تلك الجذور. وأما ماذا تعني اللغة العربية للعالم؟ فاللغة العربية للمجتمعات العالمية، خصوصا في عصر العولمة الذي نشهده اليوم، هي صلة الوصل، همزة الوصل بين الشرق والغرب ثقافيا، اقتصاديا، اجتماعيا وفكريا. السبب في ذلك هو ما يعرف بجوهر أو بخاصية الثبات اللغوي، ما يسمى linguistic stability. اللغة العربية فيها ثبات لغوي في الجوانب الأربعة، في الحروف وفي المفردات، في الأصوات والمفردات والكلمات والتراكيب والمعاني. وهناك ما يعرف بدورة حياة اللغات، ما يعرف بـ life cycle of language. العالم اليوم يجمع، وأكد هذا مركز الدراسات اللغوية في ألمانيا قبل 3 سنوات عام 2017، أن أقدم لغات الأرض اليوم الحية المستعملة هي اللغة العربية، تمتد إلى 3000 سنة. فدورة اللغات في عند علماء اللغة السايكل هي 4 قرون، 400 سنة. كل 400 سنة هناك لغات تنقرض وتفنى، تزول وتنشأ لغة محلها. اليوم نحن نتكلم مثلا الإنجليزية. الإنجليزية قبل 4 قرون أيام شكسبير ليست الإنجليزية اليوم، وقبل 800 سنة تختلف تماما عن لغة شكسبير. بل أقول حقيقة لعل القليل يعرفها، أنه قبل 1000 سنة، عام 1000 ميلادية وعام 1100 ميلادية، لم تكن اللغة الإنجليزية مثلا مكتوبة، لم يكن لها حروف، كانت منطوقة ولم تكن مكتوبة. حتى استعان الإنجليز بالمؤرخين واللغويين النمساويين ليكتبوا لهم أو ليبتكروا أو يقترحوا أشكالا للحروف، وقد حصل. ثم تغيرت المنظومة على عدة قرون. يعني صوتيا مثلا حرف الخاء، حرف الخاء كان حرفا أصيلا في اللغة الإنجليزية. كلمة light التي اليوم ننطقها light، كانت قبل 600 سنة تنطق لخت، الخاء كان حرفا أصيلا. ثم حصل ما عرف بالتحول الصوتي العظيم، the great vowel shift في اللغة، وتغيرت. وكوين إليزابيث في ذلك الوقت ما استلطفت حرف الخاء، طلبت تغييره. المهم فصاروا يقولون light، لكن بقي منه الجي اتش، عبر عنه بجي اتش، وكذلك نايت وهكذا. أما العربية اليوم وأنت تعلمين، يعني ما زلنا نردد أبيات من الشعر من الجاهلية، لطرفة وعنترة وأيام المتنبي والبحتري. اليوم المغنون أطرب الناس بأبيات لأبي فراس الحمداني ولسان الدين بن الخطيب وابن زيدون. فالعربية فيها ثبات تاريخي عجيب، لذلك اهتم بها العالم. فعالميا صارت حلقة تفاعل وتواصل مع اللغة العربية. ولأزيد البيانات بعض الحقائق، عندي بعض التصريحات والكلام لعدد من المفكرين على المستوى التنظير الغربي ليبين الاهتمام الدولي باللغة العربية، وهذا يقودنا إلى مسؤوليتنا تجاهها. يعني عندما يقول العالم الفرنسي إرنست رينان، وأقرأ نص كلامه: من أغرب المدهشات أن تثبت اللغة العربية وتصل إلى درجة الكمال، ولا نعلم شبيها لهذه اللغة التي ظهرت للباحثين من غير تدرج، في كتابه اللغات السامية ألفه طيلة 20 سنة. العالم الأمريكي ويليام ويرل يقول إن للغة العربية من اللين والمرونة ما يمكنها من التكيف وفق مقتضيات هذا العصر،
وهي لم تتقهقر فيما مضى أمام أي لغة من اللغات، وهي ستحافظ على كيانها في المستقبل. وغيره لويس ماسينيون اللغوي الفرنسي، ريتشارد كريتفيل الذي تغزل غزلا عجيبا في اللغة العربية. هذا على مستوى التنظير. أما على المستوى العملي، وأنا أتكلم من خلال تجربتي مع جامعات غربية وآسيوية في كوريا وفي اليابان وفي الصين في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، هناك إقبال يا ست ماي، هناك إقبال كبير على تعلم اللغة العربية. الاندبندنت البريطانية نشرت تقريرا تقول فيه إن نسبة إقبال الطلاب في بريطانيا على دراسة اللغة العربية قد زادت في المدارس الابتدائية والثانوية، زادت على 82% بين عامي 2002 و2012. نعم، حتى أيام باراك أوباما أصدر قرار بإلزامية تعليم اللغة العربية كلغة ثانية للمدارس الابتدائية والمتوسطة، ودونالد ترامب أيضا أقر هذا القرار وزاد عليه بتدريس اللغة. رصدت ميزانية ضخمة لجامعة نيويورك لتقوم بإعداد برنامج لتعليم اللغة العربية لمستويات أعلى. فهذا في فرنسا منشط طويل عريض في إحدى الجرائد الفرنسية بالعنوان أن اللغة العربية لغة المستقبل. الشواهد كثيرة، فهذا يجيب عن هذا السؤال. صحيح في تراجع للأسف في المحيط العربي ويوجد إقبال، ولكن عالميا المشهد مختلف. أنا بصراحة من خلال ما أرى وأرصد في مراكز الدراسات وأتابع الأخبار، خصوصا بعد عام 2012 حصل تحول كبير، وهو أنه أعلن من خلال اليونسكو في الأمم المتحدة تخصيص يوم عالمي للغة العربية 18 ديسمبر. فحتى دكتورة إيرينا بوكوفا مديرة اليونسكو في العام الذي يليه 2013 في يوم 18 ديسمبر نزلت إلى في نيويورك إلى إحدى المدارس التي تعلم العربية لغير العرب، وقالت أنا أفخر بتعلم اللغة العربية. الشاهد في كلامي بحسب ما أرى أن اللغة العربية صارت تمثل لهذه الجهات ما قد أسميه البترول الفكري أو البترول الثقافي، بمعنى نحن عندنا النفط، عندنا الكنوز، ويأتي غيرنا يستخرجها. يعني أخشى ما أخشاه أنه نصل إلى مرحلة نجد إضمحلالا في التوجه لدراسة اللغة العربية في جامعاتنا، وأن يصير التوجه لدراسة العربية في جامعات أمريكا وفرنسا وإنجلترا والصين وكوريا. يعني كيف نفسر أن كوريا الجنوبية في سيول، 7 جامعات في سيول تضع امتحان عند دخول الجامعة بعد الحصول على القبول، امتحان في تحديد المستوى في اللغة العربية كلغة ثانية، شبيه بالتوفل، يعني توفل عربي. نعم. كيف نفسر أولمبياد اللغة العربية في روسيا في موسكو؟ كيف نفسر مباراة الخطابة السنوية للغة العربية في الصين ومثلها في اليابان؟ إذا هناك وعي عالمي، لكن نحن علينا مسؤولية الوعي الداخلي. المحور الثالث بروفيسور يلي بدنا نتناوله هو بعتقد المحور اللي أكثر شيء يمكن بالفعل حساس، ويمكن كتار من المتابعين لهاللقاء بيعرفوا أنه التحديات اللي بتواجه اللغة العربية تحديات كبيرة. نحن عم نعيش اليوم بعصر العولمة، وصرنا بنعرف أنه هالشي بينعكس مباشرة على ثقافتنا على لغتنا، وهالشي يعرف أكيد بصراع الحضارات. شو هي أبرز التحديات اللي بتواجه اللغة العربية، وبالتالي نحن شعب عربي وبالأخص الأشخاص المثقفين العرب؟ نعم، أولا أحب أن أقول لا توجد لغة من اللغات لا تمر بتحدي من التحديات، فهذه التحديات تواجهها كل اللغات. هناك صرخات مدوية في مراكز الدراسات العالمية للغويين الفرنسيين وللغويين الإنجليز على خوفهم من ما هم يسمونه انقراض اللغة الإنجليزية، انقراض اللغة الفرنسية. نعم، بل بلغ التشاؤم من بعضهم لأنه في نهاية القرن 21 قد لا نجد كثيرا من هذه اللغات الأوروبية ونجدها قد تحولت. فالتحديات موجودة.
أما التحديات التي في لغتنا العربية أو تواجه لغتنا العربية، أولاً هي ليست جديدة، هي متعاقبة متجددة. يعني الرصد يقول كل 40 إلى 50 سنة تتجدد هذه التحديات، وهي نوعان: تحديات داخلية وتحديات خارجية. الحديث عن التحديات قد يحتاج إلى مؤتمرات، ولكن أنا سأختار تحديا من التحديات الداخلية وآخر من التحديات الخارجية اختصارا للوقت. أبرز تحدي داخلي يعني في مجتمعها العربي هو مقولة تنتشر تقول بأن اللغة العربية لغة صعبة، أو القول بصعوبة اللغة العربية. وبطبيعة الحال هذه مخالفة لحقيقة الواقع اللغوي، وهي نتيجة خلط وتشويش كبيرين. يعني هناك فرق بين صعوبة لغة من اللغات وصعوبة مناهج التدريس أو أساليب التعليم أو صعوبة طريقة الأستاذ. نعم. مشكلة. لا، اللغة سهلة بالعكس، وإلا كيف نفسر أن الذين يتكلمون اليوم باللغة العربية كحوار يومي هم 500 مليون شخص تقريبا؟ وكيف نفسر هذا الانتشار التاريخي 3000 سنة وهي أقدم وأثبت لغة؟ فإذا اللغة بالعكس فيها مقومات جميلة وسهلة. وأنا كنت مرة في إحدى الدول ويعني وجدت أطفالا ليسوا عربا يتكلمون العربية بطلاقة، فسهلة جدا. لكن المشكلة عندنا في أساليب التعليم وفي بعض طرائق المدرسين التي قد تنفر الجيل من تعلم العربية. إذا حببنا الطلاب وحببنا الجيل فبالعكس يقبلون على تعلمها وهي سهلة. بل عندي مقالة قبل 100 سنة تقريبا نشرت في المجمع العلمي العربي عام 1924 للمستشرق الفنلندي جون كريسكو، وسماها نفي أوهام الأوروبيين في صعوبة تعلم اللغة العربية، وهي أيضا تشبه مقالة للدكتور عمر فروخ المشهور المؤرخ. فالمقالتان قامتا بعرض مقارنة علمية تفصيلية بين اللغة العربية واللغات الأوروبية على مستوى الأصوات والحروف والتراكيب إلى آخره. واللغة العربية سهلة ليست صعبة، فحتى في الدبلجة تذكرون يعني عندما كانت تدبلج المسلسلات المكسيكية كانت تدبلج باللغة الفصحى، يعني لدرجة أنه صار من يتكلم اللغة الفصحى بين أصحابه في المجتمع فيقولون له شو عم تحكي مكسيكي؟ صح ولا لا؟ صح. فإذا استطاعت اللغة العربية أن تندمج في الحضارة. أصلا هي أغزر لغة في المفردات، المفردات فيها غنية جدا. التعريب اليوم، وهذه حقيقة أحب أن يعرفها المشاهدون، اليوم مركز التنسيق التعريب في الرباط في المغرب وفي مجامع اللغة العربية تم تعريب ما يزيد على 100,000 مصطلح في أكثر من 58 معجما في النبات وفي الاقتصاد في الفيزياء وفي الهندسة النووية وفي مختلف حقول المعرفة. استوعبت، بل أحيانا نجد الكلمة للمصطلح الأجنبي الواحد عدة مفردات عربية وكلها يعني تستعمل. يعني سيلولر مثلا، سيلولر خلوي، نجد خلوي، محمول، جوال، متحرك، وكلها تمشي وقيسي على ذلك. فإذا هذا الأمر موضوع الصعوبة لا ليس صحيحا. أما على المستوى الخارجي في تحدي كبير هو تحدي البحث العلمي. النشر الأكاديمي باللغة العربية كان يعاني من حصار، بمعنى إذا كانت الأبحاث العربية في الهندسة، في الطب، في الصيدلة، في العلوم المختلفة نشرت باللغة العربية فهناك احتكار للنشر فقط في اللغات الأعجمية. نعم. بروفيسور، لما يهمنا الوقت ما نحب أبدا ما نحكي أو ما نلحق نحكي عن المحور الرابع اللي بعتقد هو عن جد يمكن فينا نكون عم نختم على تون شوي إيجابي لقائنا لليوم، لنكون عم نصوب شوي للناس هي شو فيها تعمل. لأنه أنا برأيي مش حضرتكم بس كمتخصصين يمكن عندكم مسؤولية، نحن كأفراد كمان عنا مسؤولية تجاه لغتنا الأم، خاصة بظل هيدي التخبطات والتحديات اللي حضرتك ذكرتها بالنقطة السابقة. نعم، في عنوان اللغة العربية مسؤولية الفرد ومسؤولية المجتمع.
يعني ليست فقط الخبراء والمتخصصين باللغة العربية. نعم. أنتم أيها الإعلاميون عليكم مسؤولية، القطاعات الإنتاج المختلفة في الدولة، قطاعات سوق العمل، الجهات الرسمية، أصحاب القرار، أيضا النواحي المختلفة في كل إطار المجتمع. أنا كنت أظن أن الأساس، يعني كان عندي ظن أن المشكلة هي في صاحب القرار السياسي، أنه لابد أن يكون صاحب القرار السياسي فاعلا في أمر دعم وتعزيز اللغة العربية، وهذا صحيح من ناحية، لكن اكتشفت بالتجربة والممارسة أنه لا يكفي فقط أن تتوجه القيادة السياسية في بلد من البلدان إلى التوجيه الاعتناء والعناية باللغة العربية، لا، لابد من تكامل، فالمسؤولية مشتركة ومتكاملة بين، نعم، صاحب القرار السياسي، لكن أيضا بين الإعلامي والمدارس أو التربوي، الجامعات، مراكز الدراسات، المثقفين، المختصين، لابد أن تكون شبكة متكاملة. يعني لو جاء قرار من الدولة باعتماد اللغة العربية في كل شيء، لكن المجتمع في واد والقرار في واد آخر، لا، لابد من تشجيع القطاعات المختلفة. وبالمناسبة الإعلام له دور كبير، لأن له تأثيرا كبيرا، فيؤثر في الفرد، يؤثر في الشباب، يؤثر في المجتمع. واسمحي لي أن أتحدث عن يعني تجربة نحن قمنا بها في الجامعة العالمية، أشرت إليها في بداية الحديث، وهي تجربة نادي فرسان اللغة العربية. الاسم واضح، لكن المفاجأة أن تأسيس هذا النادي لم يكن من طلاب اختصاص اللغة العربية، بالعكس، نحن حركنا فيهم مشاعر الاعتزاز باللغة في طلاب الجامعة، فجاء طلاب العلوم الصحية، تمريض، والمختبرات الطبية، طلاب الإدارة، الكمبيوتر، الاي تي، مختلف التخصصات، هم جاءوا عندي في المكتب وقالوا دكتور نريد نشاط لغوي، نريد تأسيس نادي إلى آخره. وكان تأسيس النادي في احتفالية الكومودور بالحمراء بعام 2014. طلاب اللغة العربية يعني تفاجؤوا من المبادرة الشبابية، حتى بصراحة صاروا يغاروا يعني من بقية إنه ما هذا الاهتمام، بالعكس، واستطعنا من خلال ذلك وعدد من النشاطات فعلا أن نحيي هذه الروح، روح الاعتزاز باللغة، وانتشرت يعني الفكرة ولاقت صدى خارج الجامعة، وصار عندنا أصدقاء فرسان اللغة العربية، صار في عندنا أشبال الفرسان، بمعنى الأمر كان جميلا وكانت تجربة رائعة، حتى وصل التكريم إلى الأردن كما قلت سابقا. بل أكثر من ذلك، عندما كنت أتحدث في التحديات الخارجية، أتحدث عن النشر العلمي ومبادرة اتحاد الجامعات العربية بمعامل تأثير عربي لارتقاء بالبحث العربي في للنشر في الوسائط العالمية والمنصات الدولية. سريعا بروفيسور، لأنه دهمنا الوقت وانتهى وقتنا. نادي فرسان اللغة العربية كان من رعاة المؤتمر الدولي الخامس الذي سيعقد في القاهرة في نوفمبر القادم إن شاء الله، لمعامل التأثير العربي للارتقاء بالنشر الأكاديمي في المنصات الدولية. شكرا كثير لحضورك معنا، وأهلا وسهلا فيك بروفيسور، كان لنا شرف نكون يعني لو دهمنا الوقت هيك عم نجرب قد ما فينا نستفيد من خبراتك، ومن لك مبروك مرة تانية، رغم كل شيء بدل في أمل. أهلا وسهلا فيك مرة تانية مشاهدينا، فاصل ومنتابع لقاءاتنا، خليكم معنا.